في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل انتريور سين بطريقة سهلة ان شاء الله، هتخلي شغلك يتحول من المستوى ده للمستوى ده. هقولك على الاربع اسس اللي لازم تاخد بالك منها وانت شغال عشان توصل للمستوى البروفيشنال. انا شهاب، شغال في مجال الانتريور بقالي 3 سنين وعملت اكتر من 250 مشروع او 300 مشروع، وعلشان كده نمشي معاك خطوة بخطوة علشان تقدر تتنافس مع الناس البروفيشنال اللي في المجال وتقدر تحط شغلك وسطهم ويبان ان هو يعني مندمج معاهم كده. طيب قبل ما نبدا في المشروع احنا محتاجين ايه؟ محتاجين طبعا بلندر اللي ممكن تنزله من اللينك اللي انا سايبه في الديسكربشن، والادون طبعا اللي هو اسمه بلندر كيت اللي هو المفروض دايما يبقى عندك، اللي احنا هنجيب منه الاسيتس الحاجات كلها، والتو دي طبعا اللي احنا هنبدا بيه المشروع. في الطبيعي المهندسين او اللي انت هتشتغل معاهم هيبعتوا لك الملف دي اكس اف او هيبعت لك الملف اوتوكاد وانت هتحوله لبلندر. طبعا احنا عملنا الكلام ده في الفيديوهات اللي فاتت، فحد كان بيسال طب لو كان معايا صوره ازاي ابتدي شغل منها، فاحنا برده هنبدا من هنا. ممكن تاخد الصوره دي، هسيب لك لينك برده ليها في الديسكربشن، او ممكن تاخد سكرين شوت للشاشه وانت من على اليوتيوب كده على طول من غير ما تصورها طبعا بالموبايل، تاخد سكرين كده ونبدا. انا برده هعمل كده اهو، هاخد سكرين من هنا اهو. طبعا باخد سكرين في الويندوز بالويندوز شيفت اس عشان اخد سكرين. تمام، هروح على بلندر. طبعا ده مشروعه جديد خالص، همسح ده خالص كده وادوس 7 عشان ابص للحته من فوق. وبكل بساطه هتسحب الصوره كده وتحطها في بلندر. تمام، خلينا نجيبها هنا كده في النص. طبعا الصوره اللي انت هتبتدي شغل عليها لازم يكون فيها مقاس واضح زي ده كده عشان نبتدي نعمل عليه سكيلنج للصوره. يعني لو حطينا بلين هنا المفروض البلين ده مساحته او حجمه او الطول بتاعه يعني 2 متر، فطبعا اكيد الشقه دي كلها عرضها مش 2 متر، اكيد اكبر من كده. فخلينا نظبط المقاسات بقى بتاعه المكان ده ازاي. هنختار مقاس يكون واضح بعده منين لمين، اي مقاس حتى لو احنا مش هنشتغل عليه. خلينا مثلا ننقي واحد يكون يعني رقم كده مظبوط. طيب انا اخترت المقاس ده اعمل عليه سكيلينج لان مقاس يعني مكانه واضح من الترابيزه للترابيزه اللي هنا دي، و2 متر فمساحته كبيره اقدر عليها اعمل عليها سكيل. اي حد طبعا اقدر اختاره بس بحاول اختار الاوضح. يعني همسك بقى البلين اللي انا نزلته ده وهفتح الايديت مود، وهاجي هنا الاقي في قائمه جديده ظهرت هنا اللي هو الايديت مود دي. تمام، هخش هنا في الميجرمنت هشغل اول واحده دي. تمام، دي هتدينا مساحه او طول الايه الابعاد من النقطه اللي دي النقطه دي. بص لو جيت حركت تلاقي الارقام ابتدت تتغير اللي هو مساحه المكان قد ايه. تمام، او طول العمود ده قد ايه. تمام، طيب خلينا بقى نشوف احنا هنا 2 متر بوينت 7 او بوينت 1.7. تمام، فاحنا ممكن نمسك كده ده هنا ونبتدي نكبر لحد ما يبقى بوينت 1.7 يعني بالظبط كده. طبعا مش لازم بقيه الارقام اللي جنبه دي يعني مش تفرق كده. انا بقى معايا طول اللي هو الحته دي. طب انا عاوز اطول الحته دي لحد ما تبقى بطول ده، اقدر امسك البتاع واعمل كده واقعد اجيبها كده واكبرها وبتاع، بس طبعا هياخد مني وقت وايه على الفاضي. فالاحسن برضو ان احنا ننزل كده هنا امتي، والامتي ده نلزقه او نحطه. اول حاجه نجيب البلين نحط اوله على النقطه بقدر الامكان، يعني مش لازم بالملي. نفس الكلام الامتي ده نلزقه هنا كده. طبعا اللي مش عارف انا بسناب البتاع ده ازاي، انا بص بسنابه كده مشغل من هنا اللي هو المغناطيس ده. لما تيجي من هنا هو يبقى معمول عندك على فيرتيسز، خليها ايدج عشان يلزق في الايدج. فانا لما اجي اسحبه وبايدي على الكنترول هتلاقيه بيبتدي يلزق في الكورنرز بتاعه الايه المكعب ده او المربع ده. تمام، طيب كده انا لزقت اللي هو الايدج ده هنا وده في اوله. اي نقطه من ايه من الحته دي همسك البلين وهمسك الامتي وهاجي من فوق هنا اغير اخليها اكتف اليمنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جيت بدل من غير ما اعمل الاكتف اليمنت ده وجيت كبرت او صغرت، بص هصغر في الاكتف اليمنت او الحته اللي هنا، سوري في الميد اليمنت اللي هو الحته اللي هنا، يعني هصغر واكبر من النقطه دي. لا انا عاوز اقول له كبر وصغر من نقطه الامتي. تمام، عشان ما ابعدش عن النقطه اللي انا محددها، فاقول له هنا اكتف اليمنت، ساعتها هيكبر ويصغر من الامتي اللي انا حاطه. فهبتدي اكبر لحد ما النقطة اللي انا مختارها التانية او الحتة بقى الاخيرة دي تقف على الجزء اللي انا عامله. كده انا عملت سكيلينج للمكان. طب اتأكد ازاي؟ ممكن اخد المكعب اللي انا عامله واروح على اي مكان في الرسمة، مثلا المكان اللي هنا ده كده، احط المكعب ده بقدر الامكان على الجنب ده وابتدي اعمل كده، هلاقي ان المقاس اللي هو في الرسمة هو هو اللي عندي. يعني انا هنا 1.03 وهنا برضو 1.35، سوري واحد يعني الاثنين زي بعض يعني من الاخر. تمام، كده انا عرفت ان انا عملت سكيلينج صح للرسمه بتاعتي. همسك بقى الرسمه عشان ما اغيرش فيها واغلط، هروح قافل الحاجات اللي هنا دي بالقفل اللي هو السكيل بتاعه، اقفله بالقفل. تمام كده، ده المرحله الاولانيه ان انت بس تظبط سكيلينج الرسمه.
طيب هنبتدي بقى الشغل على الرسمه. طبعا اقدر احركها واقدر اعمل اي حاجه، لكن لو جيت صغرتها وكبرتها بالاس مش هتنفع. طبعا ما تنساش ترجع الحاجه تاني زي ما كانت، تخليها ميد بوينت وتخلي دي زي ما كانت، ودي لو منوره عندك تطفيها. تمام، انا دايما ببقى طافيها وبالكنترول ببتدي، لما ادوس كنترول اكني شغلتها. تمام، ده احسن يعني من ان انت تفضل مشغله. طيب انا شغلت هنا الادون ده عشان تشوف انا بعمل ايه بالظبط وبدوس على انهي حروف او كده، فلو حبيت تشوف انا بعمل ايه بالظبط ممكن تاخد بالك من الحته اللي هنا دي. تمام، طيب خلينا نكمل. طبعا ما تتخضش لو انت ابتديت تتحرك وما لقيتش الصوره موجوده، الصوره دي لازم تفيو من رقم 7، لازم تبص كده رقم 7 عشان تظهر لك تاني. تمام كده كده احنا هنبتدي نعمل عليها المقاسات وهنرميها. يعني عامه احنا نشتغل على المساحه اللي هي هنا دي. تمام، المساحه دي طبعا مش هتبقى بيدروم، هتبقى ليفينج روم، بس احنا بدلنا يعني المكان، العميل جاب المكان ده هنا وجاب ده هنا. تمام، فبدلنا المكانين دول. معلومه كمان، انت بقى لما تيجي تشتغل لازم تقسم البروجكت بتاعك، يعني ما ينفعش اعمل البروجكت ده كله في ملف بلندر واحد، لازم تقسم كل غرفه لوحدها، يعني مثلا المطبخ لوحده، ده لوحده، ده لوحده، الحمام لوحده، وهكذا. لان انت لو حطيتهم كلهم في مشروع واحد المشروع ده هيبقى تقيل جدا، حتى لو انت قعدت تعمل مانجمنت وتطفي الحاجات اللي مش هتصورها وكده الموضوع مقرف قوي. فانت الاحسن تخليه كل واحد لوحده في ملف وتسميه باسمه، فده اللي احنا هنعمله. هنيجي هنا هنسيب الملف ده، ممكن مثلا نسميه توتوريال ليفينج روم اي حاجه، وبعد كده نبتدي على طول نشتغل. هننزل بلين، تمام، وهنيجي نحطه على اي كورنر من الكورنرز بتاعت الحيطان عندنا برضو بقدر الامكان. يعني انت ممكن برضو الصوره تبقى مبكسله فهتلاقي الحيطه مثلا مش عارف اني خط فيها، فحاول بقدر الامكان تحطه على الخط الصح، يعني مش تفرق قوي بس بقدر الامكان حاول تظبطه. تمام، بقى عندنا كده مسحنا نقطه من هنا، وبقى عندنا حرف ال كده. تمام، هنبتدي نمسك بقى نقطه نقطه ونمشي على الحيطان. هنيجي على البيبان ونسيب نقطه، يعني ده مش ده باب، هروح سايب له نقطه او فيرتيسز وامشي واسيب هنا نقطه على اوله واخره، واكمل بقيه الحيطه هنا كده، ونقف عند الحته بتاعت الحيطه اللي هنا دي كده، وبعد كده نسحب نمشي بقى على الحيطان كلها. طب انا بدوس بالبكره عشان وانا بسحب الاتجاه ده اعمل كده، فدوس فيسحب الاتجاه ده بشكل عمودي، ما يبقاش رايح يمين وشمال. تقدر طبعا تشوف الجنب اللي انا سايبه هنا ده. تمام، همشي بقدر الامكان كده على الحيطان كلها هنا، ونفس الكلام عند الشباك، هسيب نقطه عند اوله ونقطه عند اخره. طبعا ده لكل الشبابيك والحاجات اللي عندك. هنا برضو همشي كده الحرف ده ال ال ده واقف هنا. هنا في نقطه اللي هي بتاعت حرف ال ال الاولاني، ممكن امسحها عادي وممكن الضم الاثنين دول ببعض كده. تمام كده بقى عندي زي ما انت شايف الحيطه بتاعت المكان بتاعي، وكمان معمول عليها الابواب بتاعتها او الشبابيك والابواب بتاعتها. تمام كده انا يعتبر مش محتاج الرسمه بقى دي خالص، بس سيبها مش مشكله دلوقتي. بكل بقى بساطه هنرفع الحيطان ازاي، هندوس اي عشان نعمل اكسترود، وبعد كده نسيب عادي، ندوس جي وندوس زد، وبعد كده ندوس 3. يعني من الاخر بقول له ارفع لي ده عشان يبقى 3 متر، ده الستاندرد يعني في الشقق. عامه الشقق ساعات بتبقى 280 او 2 متر 80 ارتفاعها او 3 متر، خلينا في 3 عشان يدي احساس بالوسع. نقفل من تحت ونقفل من فوق بالاف، نمسك كده اللي تحت دول وندوس اف. طبعا انا بقلب ما بين الواير فري مود وده بالشيفت زد، دايما بستخدمها ولازم تتعلم الشورت كات ده، شيفت زد عشان اقلب بسرعه وامسك الحاجه ايه كلها. تمام، اتمنى الموضوع يبقى سهل، يعني مفيش حاجه لحد دلوقتي صعبه. خلينا بقى نمسك نعمل لوب كات عشان نفتح الابواب وكده. هنمسك نعمل لوب كات من هنا كده ونرفعه مثلا ممكن يكون 2 متر 10 من الارقام. طبعا نسي يشغل ارقام منين او يشغل الميجرمنتس دي منين، من هنا في الايديت مود. خد بالك تبقى انت في الايديت مود عشان تقدر تفتح القائمه اللي هنا وتشغل الايدج لينس دي. تمام، خلينا برضو نمسح القلم، القلم ده من هنا ممكن تمسحه كده، تيجي هنا وتدوس دي عشان يمسح القلم. تمام، طيب كده انا بقى عندي المجسم 100%. خليني برضو ابتدي اعمل بقى البيبان. الباب اللي هنا ده كده اسحبه لبره بالاي، تمام، وهسيب، وبرده في شباك هنا، فالشباك ده اكيد لو مسكته وسحبت لبره كده مش هيبقى شباك، كده بقى عامل زي باب البلكونه، فهسيبه تاني، دوس كنترول زد، هعمل برده لوب كت بالايه بالكنترول ار هنا، تمام، عشان يعمل لي شكل الشباك. عامه طبعا الارتفاعات وكده دي ممكن تاخدها من المهندس هيقول لك عليها، بس مثلا لو ما قالكش هي في العادي بتبقى متر متر 20، فعادي ممكن نعمله مثلا هنا متر 20. برضه نفس الكلام اللي عملناه في الباب هنعمله هنا، هنسحب بالايل بره، بس المره دي هنعمل ديليت ونختار فيس عشان يمسح لنا الفيس اللي هنا فيبقى شكل شباك من جوه. تمام، هتقولي طب ازاي نعمل حيطان كده من غير سمك؟
عادي لان احنا هنصور من جوه، مش انت هتيجي تصور كده من المنطقة دي، فاكيد انت مش شايف سمك الحيطة، فاي حاجة مش هنشوفها مش هنعملها. وده طبعا احسن عشان لو عندك مشروع كبير او سين كبير، ده ابسط حاجة تقدر تعمل. وده اصلا انا بستخدمه في مشاريع الكبيرة، يعني مش بس ده حاجة تمشي بيها كده الدنيا، لا ده اللي انت هتستخدمه طول الوقت يعني. طيب بعد كده نعمل ايه؟ ممكن نخش كده من هنا من غير الايديت مود طبعا، هنلاقي هنا في حاجة اسمها فيس اورينتيشن، هندوس عليها هنلاقي في عندنا احمر كده ظهر. طبعا لو انت على فيرجنز قديمة من بلندر هتلاقي احمر وازرق، دلوقتي هم شالوا الازرق وسابوا الاحمر بس. الازرق معناه ان انت تمام، ان انت صح، الاحمر معناه ان في مشكلة. طب المشكلة بسيطة جدا بكل بساطة، ان الحتة دي بص غلط، يعني دي المفروض تبقى بص لبره وهي بص لجوه. فبكل بساطة هنمسك المجسم كده كله بالاي عشان نسلكت اول، وهندوس كنترول شيفت ان فيقلب كل الفيسز لبره. ده الصح، ليه؟ لان انا صور من هنا فعاوز الكاميرا تبقى شايفه مش شايفه احمر. تمام كده ممتاز جدا. برضو لو عاوز تتحرك سهل في المشروع، ممكن تخش هنا في الفيو وتخش على النافيجيشن، على الووكينج نافيجيشن، وتدوس كده واساين شورت كات. انا دايما بعملها بالشيفت اف عشان ابتدي اتحرك كده في السين زي الفيديو جيمز. اقدر ادوس كمان تاب كده عشان اتحرك اكني بمشي في المكان، كده اسهل بكتير عشان تبتدي تتحرك في المكان بشكل سلس يعني. تمام طيب خلينا برضو بالمره نعمل السقف، هنمسك الحته اللي هي اللي فوق دي ونسحبها لبره كده، وبعد كده ندوس بالبي عشان نقصها باي سيلكشن، يعني الحته اللي انا ماسكها تتقص من المجسم. تمام هعمل كده، هطلع من الايديت مود، همسك دي لوحدها، هي بقت حته لوحدها. تمام خلينا برضو نطفي الاحمر ده عشان ما ضايقناش. طيب دي هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها السقف. السقف عندنا زي ما انت شفت في الصور اللي احنا عاملين المشروع عليها، السقف هيبقى فلات. فلات ده يعني ساده كده كانه سقف طبيعي، وهيبقى فيه بيت ستاره. بيت ستاره ده اللي هو الحته اللي بتخش فيها الستاره. تمام زي اللي ايه باين في الصوره ده. بكل بساطه هنعمل السقف ده كده اهو، هنعمل له اكسترود برضو، يعني نخليه كده بشكل مربع كده، او نعمل له يعني سمك وننزله ونلزقه في السقف. هتقول لي برضو انا بلزق بايه كده؟ ده زي ما قلت لك من هنا هتشغل الايدج دي. تمام اللي هو المغناطيس ده، انا دايما ببقى سايبه مطفي وبالكنترول ببتدي ادوس عليه لو انا محتاج ان انا اسناب حاجه على ايدج معين. تمام ارتفاعه مش لازم يعني بالوايم كده، يعني انا مثلا بعمله ساعات على 22 مثلا، بس هو مش هتفرق قوي لان زي ما احنا قلنا السقف اصلا في الشقه دي ساعات بيبقى مش نفس السقف يعني. ممكن بقى ابتدي ابص عليه من فوق، اعمل بيت الستاره اللي هو هيبقى في الجنب ده. فانا الاحسن ان انا اقص الحته دي كلها كده، اقص الجزء ده كله هنا كده عشان الجزء ده هيبقى فيه بيت الستاره. تمام فبرضه بكل بساطه هاجي امسك المجسم بتاعنا كده هنا، ممكن اسحبه كله للجزء ده. تمام عامل برضه بالسنابنج تول، وممكن امسكه كله وادوس ام وبعد كده باي ديستنت. دي بتعمل ايه؟ انا لما جيت سحبته لورا كده حطيت اللي هم الاربعه او الاثنين اللي هنا دول على دول، فبقوا اتنين فوق بعض، فممكن يعمل لك مشاكل لو جيت ابتديت بقى تعمل فيه قطعات او كده، فهيعمل لك مشاكل. فعشان ما يحصلش المشاكل دي لما تيجي تحط حاجه فوق حاجه كده دايما تدوس ام باي ديستنت، هتلاقي مسح لك فور فيرتيسز، يعني مسحت لك اربع حاجات كانوا فوق بعض. تمام خد بالك من الحركه دي عشان ما يبص حاجه معاك في المشروع. كده بقى عندي المجسم، السقف والحيطان، فاضل نعمل الارض. برضو نفس الكلام، الارض سهله جدا، همسك الارض، وطبعا خد بالك ان انت تمسك الحتت اللي كان فيها الباب. فلو مشروع كبير الاحسن ان انت تاخد كده بالالت وتتحرك لحد ما تبقى بالجنب، جنب المبنى او باصص عليه من الجنب، تدوس شيفت زد عشان تشوفه كله وتسحب الجزء اللي تحت عشان ما تنساش اي حته داخله كده زي دي. تمام برضو اسحبه لتحت كده وادوس بالبي عشان اقصه، والمره دي بقى هنعمل منه نسختين، نسخه دي ونسخه تحته. تمام النسخه اللي تحته دي هتيجي من هنا في الاوبجكت، هتحولها اول حاجه لكيرف وبعد كده ترجعها تاني لمش. ليه الكلام ده؟ عشان بس يشيل لك الجزء اللي هنا ده، يعني طريقه سهله كده على السريع. تمام كده بقى عندي المش ده كده داير ما يدور المكان بتاعي كله، ممكن ارفعه كده مثلا يكون ارتفاعه متر. دي هتبقى الوزره اللي هي بتبقى الجزء اللي انت شايفه في الصور ده، اللي هو بيبقى جزء بارز كده ما بين الحيطه وما بين الارض. هديله سلوديفاي واخليه كومبلكس واخليه باصص لجوه. تمام الارض بقى اللي هنا دي سيبها على جنب دلوقتي، خلينا نمسك الجزء اللي تحت ده ونسحبه لفوق وبعد كده نسحبه لتحت نلزقه في اخر الارض. تمام عشان يدينا الشكل ده ان هو يبقى ما بين الارض وما بين الحيطه.
تمام، برضو نتاكد ان الفيس اورينتيشن مظبوطه، ابص كده على المكان كله تمام، ونبتدي نعمل الموديلنج بتاع الارضيه. عامه الارض زمان انا كنت بعملها تكتشرز بس، يعني مش بحط فيها اي ديتيلز، بس لما ابتديت الاقي فيديوهات بتتكلم عن ان انت لازم تعمل لها يعني مثلا لو انا هعمل بلاطات يبقى اخلي الحز اللي هو ما بين البلاطات باين. اللي مش عارف يعني ايه حز، اللي هو الجزء اللي ما بين البلاطه والبلاطه لما بيركبوا في بعض، الجزء الصغير اللي بيبقى داخل لجوه ده، يعني لو بقى باين في الريندر هيبقى شكله اوقع واحسن. تمام، فازاي نعمل الموضوع ده؟ طبعا لو حطيت تكتشرز بس هتبقى الموضوع عادي يعني، بس عشان لو عاوز ازود الواقعيه شويه. عشان كده احنا كنا عاملين البتاع اللي تحت اللي احنا سبناه برضو هنفضل سايبينه. هنيجي فوق هنا كده ممكن ننزل بلين. تمام، انا مثلا هنا هعمل التصميم ده هنعمل فيه بلاط او هنعمل فيه سيراميك او رخام واتيفر، اللي هو يعني بلاطات مش خشب. تمام، فهنيجي نعمل كده بلين ونشوف السيراميك او الحاجه اللي احنا هنجيبها او البلاطه او واتيفر اللي احنا هنعمله كام في كام. عامه ممكن هتلاقيها 60 في 120، فممكن نيجي هنا نخليها 60 سنتي. طبعا انا بدوس شيفت عشان الارقام تبقى دقيقه، يعني من غير الشيفت بتاعها هيبقى يعني لما تسحب كده بالماوس بيبقى بعيد او بيبقى سريع، او ما تدوس شيفت بص هيبقى بطيء عشان تعرف تعمل حاجه بالظبط. فبرضه ادوس شيفت واسحب لحد ما يبقى 120. كده انا عملت بلاطه 60 في 120، دي يعني الموجوده شائعه دايما. تمام، هاجي كده ادي للبلاطه دي كنترول A. تمام، مع ان مش مشكله يعني تعمل لها الحركه دي، وهاجي ادي لها من هنا سوليديفاي عشان اديها سمك. طبعا السمك دايما خليه واحد، ده كده يعني باصص الناحيه الثانيه، فكده يبقى باصص ليك. تمام، وهاجي اديها من هنا اري موديفاير كده ماشي، هديها اري برضو موديفاير تاني. تمام، بس مش في الاكس بقى، خليه في الواي، واحد في الواي، وبرضو هكبره على حسب بقى مساحه عندي. هاجي كده اكبر الشاشه، خلينا نعملها على حسب الاوضه. طبعا لو انت بتعمل مساحه كبيره فتقعد تكبر في الارقام دي لحد ما تغطي المساحه بتاعتك كلها. نفس الكلام كده هنا، اعتقد كده كفايه. حاول برضو تلزقه على اول المكان بتاعك، ما تنساش ان في باب، فحاول تاخد الحته بتاعت الباب دي معاك، يبقى بالشكل ده كده. تمام، طبعا هنا لسه مش باين بقى الكل اللي انا بعمله ده عشان ابين الحاجات اللي هي ما بين البلاطات وبعضها، فهنيجي نحط اخر حاجه اللي هي بيفل كده. بص باين لك الشكل ده عشان الشكل ده يبان في التصميم. طبعا مش بالاوفر ده كده، ده كبير، فهنبتدي نصغره لحد ما يبقى يعني يكاد يكون يرقى يعني. تمام كده مثلا، ممكن نديها شيد سموز، هتلاقي عندك عمل الشكل الغريب ده كانها كده مطبات. هتيجي برضو في البيفل هنا، هتيجي من شيدنج وهتخليها هاردن نورمالز دي. تمام، هندوس عليها كده تظبط لك تاني الموضوع كله. تمام، برضو هنا تخليها واحد وهقول لك ليه. تمام، خلينا برضو نسحب دي كده، كده احنا عملنا الشكل البلاطات. تمام، عامه انا ساعات بسيبه عادي من غير ما اقصقصه من الحتة اللي بره دي، بس ساعات في مشاريع معينه بتبقى لازم الحتة دي ما تبانش، علشان كده انا سايب اللي هو الجزء اللي تحت هنا ده كده. طبعا نفس الكلام، هاجي عشان الحته اللي هي الجزء ده اشيله، اللي هو الحتتين دول اشيلهم. طبعا هنا باب واحد فممكن اشيله سريع، لكن لما يبقى عندك مشروع فيه كذا باب فممكن تنسى واحد او اتنين يبوظ لك الدنيا، فعشان كده اتاكد ان انت تعمله كيرف وبعد كده ترجعه مش تاني. تمام كده كده. تمام، بعد ما رجع مش هندوس اف عشان نلضمه تاني ببعضه او نخلي فيه فيس، ونعمل كده مثلا اي سحبه. هنيجي بقى في الاوبجكت ده بالذات نشيل من عليه الريندر، يعني ما نخليهوش يرندر وما نخليهوش يبقى باين في الحاجات دي كلها، عشان لما اجي انا افتح ريندر وانا في الفيو بورت ما يبانش، وبرده عشان هنا ما يبانش اخليه واير فريم. تمام كده، مش هيبقى باين في اي حاجه من الحاجات، مش هشوفه خالص. تمام، هحطه بقى هنا كده على اللي هو الجزء ده، وهمسك ده احط عليه اخر حاجه اللي هي البوليون، هخليها انترسكت يعني اللي هو مع بعضه انترسكت، وبرده تختار اي حاجه تشتغل من دول. انا اللي اشتغل معايا اللي هو اخر حاجه اللي هم اضافوها جديده دي، فظبط. بص هنا بقى مقصوص بالظبط على المكان بتاعي. طبعا انا ليه بقول لك الحركه دي؟ عشان لو انت مثلا في حته هتعملها بلاط وحته ثانيه هتعملها خشب وكده، في الحاجات بقى الفلل والكلام ده، فتبقى برده عندك التكنيك ده ما يبقاش يعني غريب عليك. تمام، وبكده تكون عملت اللي هو البيس موديلنج بتاع المكان بتاعك كله، من ارضيات، وزر، الحيطه، السقف. ده البيز اللي انت هتشتغل عليه او الحاجه الاساسيه اللي انت هتشتغل عليها، لازم دي تتعمل باتقان وتعمل بنظافه، ما يبقاش فيها حاجه غريبه، ما يبقاش فيها حاجه بايظه، عشان كل بقى الحاجات اللي جايه هتترتب على الموديل الصغير اللي عندنا هنا ده.
علشان كده انا هسيب الموديل ده كله او الملف بتاع بلندر ده كله في الديسكريبشن، عشان اللي وقفت قدامه حاجه وهو شغال ممكن يحمل الملف ده ويشوف هو غلط في ايه او كده، او ياخد الملف ده ويبتدي يكمل عليه. في الفيديو اللي جاي بقى هنبتدي نعمل التلفزيون والتكشرز اللي هي موجوده على الارض والحيطان وكل الكلام ده، فلو حابب تكمل ممكن تدوس على الفيديو اللي يظهر على الشاشه دلوقتي. ولو عندك اي مشكله او سؤال ممكن تسيبه في الكومنتس، انا برد على الكومنتس كلها. وبرده ممكن تخش جروب الديسكورد اللي احنا عاملينه، هو لسه يعني ما فيهوش حد، بس ممكن تخش وتسالني هناك اي حاجه ساعتها ان شاء الله اجاوب عليك.